السيد رئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وتبادل الزعيمان أخلص التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. امبارح كمان تم نشر مقال مشترك للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يطالب هذا المقال بوقف إطلاق النار في غزة فورا وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية. نشر المقال بتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية. تفاصيل وأخبار أكثر في هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وتبادل الزعيمان أخلص التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الشعبين الشقيقين من كل سوء ويديم عليهما الأمن والاستقرار والرخاء. وامبارح تم نشر مقال مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب بوقف إطلاق النار في غزة فوراً وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية، ونشر المقال بالتزامن في عدد من الصحف المصرية والعربية والفرنسية والأمريكية. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى والوفد المرافق له، وشهد اللقاء استعراض الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافي لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور المصري التاريخي في تحمل مسؤولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمطار القاهرة الدولي الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية اللي بيزور مصر بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب الجديد. وعقب الاستقبال عقد الدكتور مصطفى مدبولي لقاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له، وأكد مدبولي دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين، مشيراً أيضاً للجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية من أجل تسريع وتيرة نفاذ المساعدات لقطاع غزة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لرفع أسعار السلع التموينية خلال الشهر الجاري، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على أن أسعار السلع التموينية بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي ثابتة كما هي دون أن يطرأ عليها أي تغيير، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة. كما أشارت إلى شن حملات رقابية دورية على كافة المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية وأيضاً الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري، وقامت اللجنة خلال هذه الفترة بالرصد والاستجابة ل 2944 استغاثة طبية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي ورقم واتساب المخصص للجنة، وأيضاً أمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين بخلاف حالات القوافل الطبية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجرية. أيضاً بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. امبارح أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد اعتباراً من نهاية شهر رمضان المبارك لمدة شهر لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل ل 40%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وحيث تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.